أكدت الدكتورة وفاء الشربتي مديرة إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية في برنامج وطني على أهمية تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع الأوقات بما في ذلك أثناء ممارسة الرياضة. الرياضة ما حد يقدر يشكك في أهميتها لصحة الإنسان، سواء كانت الصحة الجسدية، العقلية، الصحة النفسية. ودائما أقول إن في كل المحن دائما تكون في أمور طيبة وجيدة، ويمكن مشاهداتي الشخصية ويمكن تتفقون معي إن الناس أقبلوا على الرياضة في هذه الفترة وزاد ممارستهم للرياضة، وهذا أمر جيد وطيب وإحنا بالعكس نشجعهم عليه، ولكن لازم يحطون في بالهم بعض الأمور لضمان سلامتهم، خصوصا للأسف يعني يمكن في الآونة الأخيرة زاد عدد الحالات. إحنا ما ودنا تزيد، إحنا ودنا تقل. فهناك مجموعة من النصائح حتى يقون أنفسهم من فيروس كورونا أثناء ممارسة الرياضة. يمكن من أهمها الالتزام بلبس الكمام. لبس الكمام حتى أثناء ممارسة الرياضة ضروري جدا. طبعا هذه إذا كانت رياضة خارج المنزل. من المهم أنهم يلبسونها حق الرياضات العادية. أما الرياضات الشديدة العنيفة في هذه الحالة يتم استثناءهم من لبس الكمام. من الأمور المهمة أيضا المحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي، يعني لما يكون شخصين يتمشون مثلا مع بعض لازم يكون مسافة بينهم على الأقل مترين، ويحاولون يحافظون على هذه المسافة بين جميع الأشخاص الموجودين حواليهم. من المهم أنهم يحملون معاهم المعقم، ما ظن الحين أحد في البحرين أو غير البحرين يطلع من بيته بدون المعقم، عشان يحاولون أنهم يعقمون أيديهم إذا مسكوا أي شيء. حتى الأمور اللي يمسكها دائما الإنسان معاه في يده مثل التليفون، المفتاح وغيره، دائما يحاولون أنهم يعقمونهم بين فترة وثانية. هذه الأمور مهمة جدا، وطبعا أنا أفضل أن تكون ممارسة الرياضة بصورة فردية أو بصورة ثنائية، يعني ما تكون في تجمعات كبيرة. من الأمور المهمة هذه يمكن من ناحية فيروس كورونا. من الأمور الثانية المهمة أن الواحد لما يمارس الرياضة يختار المكان المناسب، لأن إحنا الآن طبعاً توجهنا للأماكن المفتوحة نشوف أن في ناس يستخدمون الطرقات العامة للمشي. من المهم أن يختارون مكان مناسب، يكون فيه مثلاً رصيف، أن يكون مكان إضاءته جيدة، يحافظون حق السيارات والمركبات المارة، هذه حتى يضمنون سلامتهم من الحوادث. أكيد يؤسفنا أن في بعض الأشخاص تعرضوا لحوادث سير أو غيره، يجب يختارون المكان وأنهم ينتبهون، ويكون إذا معاهم أطفال يتجنبون المشي في الأماكن الخطرة. صحيح. ويعني أرد وأكد على أهمية ممارسة الرياضة، ولكن مع الأخذ في الاعتبار هذا الاحتياج.